ما هي الأشياء التي تزيد من تليف الرئة؟ أبعد عنها. وما هي الأشياء التي تجدد الرئة وتقلل التليف؟ خد. معنى كده إن بيتبوظ الرئة بيبوظ الكلى. أنت بتكح دم، بترجع دم، طب عندك ضيق نفس، يبقى التليف الرئوي. ومعنى ان انا وصلت للتليف يعني ايه؟ يعني ان انا حصل ادوار برد وخفيت، حصل التهاب رئوي وخفيت، وكل دور برد وكل التهاب رئوي بيتليف في حته، لغايه لما تيجي تبص على الرئه بعد كده تلاقيها بقت هاني كومب كده، بقت عامله زي عش النحل. بس انا خلي بالك ما دام الانسان بياخد نفسه كويس وممكن اصور اشعه فلاقي فيها مشاكل، اساله الاول انت بتكح دم؟ لا. بترجع دم؟ لا. طب عندك ضيق نفس؟ لا. يبقى ما تشغلش بالك في اللي في الرئه. يا ابني انا عندي تليف وبموت، انت بتكح دم؟ لا. في ضيق نفس؟ لا. بتتعب منطرس؟ لا. طب اعملك ايه؟ ما عندكش حاجه. العلاقه بين الرئه والكلى وبين الرئه والقلب، اثبتت الابحاث والدراسات ان النسيج بتاع الالفيولاي يشبه تماما النسيج بتاع الجوليوموريولاي، يعني الحويصلات الهوائيه الموجوده في الرئه يشبهها تماما تركيب البيزمنت ميمبرين وما حوله في الجوليوموريولاي اللي هي بيسموها كبيبات الكلى. يبقى في تشابه بين هذا وذاك. معنى ايه يا دكتور؟ معنى كده ان بيتبوظ الرئه بيبوظ الكلى. يبقى انا بدخن 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 بوظت الرئه، يبقى بوظت مين؟ الكلى. خلي بالك معايا بس، يبقى اي حد بيدخن بشراهه بوظ الرئه وبوظ الكلى. ممكن الكلى تبوظ الاول، ولذلك يقول لي ده انا قعدت ادخن 20 سنه لغايه ما جالي فشل كلوي وبعدين قال لي بطلت دخان. بطل دخان لما جاله فشل كلوي وبقى يخسر. فاللي انا عايز اقول لك عليه انه في علاقه بين الرئه والكلى، تقريبا تشابه الانسجه بين حويصلات الرئه اللي بنقول عليها ايه؟ الفيولاي، وبين كبيبات الكلى اللي بنقول عليها جلوميرولاي. عندنا علاج لتليف الرئتين، وانا هقولها قنبله قنبله. في ناس كتير نشروا ان التليف الرئوي لا علاج له، لا علاج له اذا كانت الاسباب قائمه، لكن انا عملت دلوقتي حاجه جميله قوي، عملت للتليف الرئوي مثلا اسباب تزيد من التليف الرئوي واسباب تقلل التليف الرئوي. ما هي الاشياء التي تزيد من تليف الرئه؟ ابعد عنها. وما هي الاشياء التي تجدد الرئه وتقلل التليف؟ خد. انا عندي رئه متليف، ايه اللي بيسبب التليف؟ البرفانات، الدخان، السجاير، الزعل، بعض الاكلات، حاجات كتير قوي. هنكتب ورقه كده ونشوف الاكل، الشرب، الغازات، السجاير، اللب، الكذا. ادي كشف، الكشف ده علقه على الحيط. اللي بيضرني هكتب ان ده بيضرني، واللي بينفعني هكتب ان ده بينفعني. ايه اللي بيوسع الرئتين؟ ايه اللي بيوسع النفس؟ خدنا موسعات نفس كتير جدا، من ضمنها يمكن انا قلت قاعده قبل كده، اللي يظبط المناعه يظبط التنفس يظبط الجنس. يعني ساعات زي ما اقول لك انا، هي السند نفيل كانوا بيدوها لمين؟ للرئتين، عشان توسع الرئتين. طلع انها بتوسع الاوعيه بتاعه الايه؟ القضيب. فعشان كده انا بقول لك ان انا ساعات بعالج الناس اللي عندها مشاكل رئويه بحاجات بتعالج الحاجات الجنسيه. فمهم جدا جدا انك تبقى عارف انه كل ده ان دواء، ايوه، بس بشرط انك تؤمن بهذا.